الموت الحياة والموت هي بيد الله سبحانه وتعالى. إهمال أحيانا لمركبته، إهمال أيضا عدم لا مبالاة، فالأفضل يصل بسلامة ولا يصل محمول على محبة. أو ينتهي به الأمر في قسم الطوارئ في المستشفيات. يريد أن يصل بسرعة إلى نقطة معينة. الذي يتوفاه الله ذلك أعظم، لكن يبقى على قيد الحياة وهو معوق وفي حالة يصبح عالة على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه